طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الإيرانية بإطلاق سراح محامين ونشطاء في حقوق الإنسان تعرضوا لحملة اعتقالات مؤخرا بسبب دفاعهم عن معتقلين أو فقط لمعارضتهم السلمية للقمع. واعتقلت السلطات في أوائل شهر سبتمبر الجاري هدى أميد ونجمة فهدي، وهما ناشطتان حقوقيتان تعملان كمدربتين لحلقة عمل بشأن المساواة في الحقوق في الزواج من منزليهما في طهران.